السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهاردة هنكمل ان شاء الله اخر محاضرة في شابتر 2 اللي بيتكلم عن Modeling of Control System. المفروض ان احنا اخر المحاضرة اللي فاتت كتبنا اكزامبل وقلت لكم تفكروا فيه وفي حله. الاكزامبل عندكم في اول بيج في المحاضرة. عندي 2 روتيتنج ماس G1 وG2، كل ماس فيهم بتأثر عليها فورسز معينة. فالمطلوب مني في المسألة بيقول لي find the matrix form of state variable equations of the system shown with one output. الاوتبوت ده هو الانجولار acceleration of G2. احنا مبدئيا الشابتر كان بيتكلم عن المودلنج اوف كنترول سيستم، وكان الكنترول سيستمز بتاعي عبارة عن 3 كنترول سيستم اللي هما الالكتريكال سيستم، وفيها سبيشال كيز اللي هي الاوب امب سيستم، وفي عندي الميكانيكال سيستم اللي هما 2 سيستمز، ترانسليشنال سيستم وروتيشنال سيستم. فده يعتبر اكزامبل على الروتيشنال سيستم. طالب مني ان انا اكتب الماتريكس بتاعت الستيت سبيس موديل بالستيت فاريبلز. اول خطوه بنعملها ان احنا بنروح ندرس كل ماس لوحدها. فاحنا هناخد روتيتنج ماس الاولى اللي هي G1، ونحط الاتجاه بتاع الانجولار ديسبيسمنت بتاعتي اللي هي θ1، علشان تبقى كل الفورسز في عكس الاتجاه ما عدا الفورس الجيفن او التورك الجيفن في المساله. فاحنا حطينا θ1، في عندي بيأثر عليها K1، فالK1 دي بتديني تورك عبارة عن K1 في الثيتا، يبقى K1 في θ1 عكس اتجاه ثيتا في المسألة. وفي عندي الدمبر بار اللي هو البي، ده بيديني تورك بي في θ1 دوت نيجاتيف θ2 دوت، برضو في عكس اتجاه θ1. وفي التورك اللي هو الاساسي في المساله بيبقى من الاكسلريشن او من الانيرشيا بتاعت الروتيتنج ماس اللي هو G1 θ1 دبل دوت، والتورج الاصلي اللي هو محطوط في المساله جيفن اللي هو TA of T. فبيبقى ده الفري بادي دايجرام نمبر 1 او للروتيتنج ماس 1. لو عايزين نكتب الايكويشن اوف موشن بتاعتها بتبقى عباره عن ان سمشن التورج ايكوال 0، او بالنسبه للفري بادي دايجرام اللي قدامي هيبقى G1 θ1 دبل دوت بلس بي θ1 دوت نيجاتيف θ2 دوت بلس K1 θ1 ايكوال تورك A. لو هنعمل نفس اللي احنا عملناه ده بالنسبه للروتيتنج ماس الثانيه اللي هي G2، هنلاقي بيأثر عليها برضو من ناحيتين. ناحيه بيأثر عليها دمبر بار، فهتبقى في عكس اتجاه θ2 اللي هو هيبقى بي، بس المره دي في θ2 دوت نيجاتيف θ1 دوت، وبيأثر K2 فهيبقى K2 في θ2، وبيأثر برضو التورك اللي هو الاصلي اللي هو G2 في θ2 دبل دوت. واكتب الايكويشن اوف موشن اللي هي عباره عن ان G2 θ2 دبل دوت بلس بي θ2 دوت نيجاتيف θ1 دوت بلس K2 θ2 ايكوال 0. وزي ما اتفقت معاكم في المحاضره اللي فاتت ان مادام هو ما قاليش ايه هي الستيت فاريبلز، فبيكون لكل روتيتنج ماس 2 ستيت فاريبل، θ وθ دوت. فبالنسبه لل G1 هيبقى عندي θ1 وθ1 دوت، وبالنسبه الروتيتنج ماس نمبر 2 هيبقى عندي θ2 θ2 دوت. فهبتدي افرض الحل بتاعي ان Q1 ايكوال θ1، فبالتالي يبقى Q2 هي Q1 دوت يعني θ1 دوت، ودي هتكون اول ايكويشن. بعد كده هفرض ان انا عندي Q3 ايكوال θ2، وهيبقى عندي Q3 دوت هي θ2 دوت اللي هي Q4. فانا الستيت سبيس موديل بالنسبه لي بيتمثل بانه بيبقى عندي ماتريكس عباره عن كيو دوت ايكوال ماتريكس في الكيو بلس ماتريكس ثانيه في الانبوت او الفاريبلز الثانيه غير الكيو. فانا بالنسبه لي هيبقى عندي 2 ايكويشن اللي هو ان Q1 دوت ايكوال Q2 وان Q3 دوت ايكوال Q4. يبقى انا لسه فاضل لي 2 ايكويشن عايز اوصل لهم، وهما Q2 دوت والQ4 دوت. Q2 دوت عبارة عن θ1 دبل دوت، ودي هتيجي من الإيكويشن أوف موشن أوف روتيتنج ماس نمبر 1. Q4 دوت عبارة عن θ2 دبل دوت، ودي هتيجي من الإيكويشن أوف موشن أوف روتيتنج ماس نمبر 2. فهبتدي أخد الإيكويشن نمبر I اللي هي من الفري بادي دايجرام نمبر 1، وهفرض إن θ1 دبل دوت دي بQ2 دوت. لما أفرض إن θ1 دبل دوت هي بQ2 دوت، وادي كل الفاريبلز الناحيه الثانيه بعكس الاشاره واقسم على G1، هطلع بايكويشن بتقول ان Q2 دوت عباره عن 1 على G1 تورك A نيجاتيف بي، البي المفروض في θ1 دوت ناقص θ2 دوت. هنعوض بالستيت فاريبلز الجديده ان θ1 دوت هي Q2 وان θ2 دوت هي Q4، وماينس K1 في θ1 وθ1 هي برضو Q1. يبقى بالتالي انا دلوقتي حطيت ايكويشن Q2 دوت، يبقى دي ايكويشن نمبر 3. علشان اجيب الايكويشن بتاعت او الخاصه بالQ4 دوت
اللي هي سيتا 2 دبل دوت، دي هتيجي من الايكويشن اوف موشن اوف فري بادي دايجرام نمبر 2. ففروم ايكويشن دبل اي هودي برضو كل الفاريبلز الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، وهقول ان سيتا 2 دبل دوت هي كيو 4 دوت، وهقسم على الجي 2، وهطلع بالايكويشن بتاعت كيو 4 دوت بعد ما اعوض برضو عن ان سيتا 2 دوت هي كيو 4، واعوض عن ان سيتا 1 دوت هي كيو 2، وان سيتا 2 هي كيو 3. هطلع بايكويشن نمبر 4. انا كده وصلت للفور ايكويشنز المطلوبين للستيت سبيس موديل بتوعي، اللي هما كيو 1 دوت وكيو 2 دوت وكيو 3 دوت وكيو 4 دوت. هعمل ري رايتنج للايكويشن، او هعمل اعاده كتابه للاربعه ايكويشن دول بصوره الستيت سبيس موديل زي ما احنا خدنا في المحاضرات اللي فاتت. هتبقى بالصوره اللي عندي، ان انا هقول q1 دوت q2 دوت q3 دوت q4 دوت ايكوال ماتريكس، هتبقى 4 في 4 مضروبه في q1 q2 q3 q4 بلس ماتريكس ثانيه مضروبه في الفاريبلز اللي موجوده بخلاف ال q1 q2 q3 q4. ف q1 دوت بالنسبه لي هي عباره عن q2، فيبقى الصف الاول كله 0 ما عدا هيبقى الكوفيشنت بتاع q2 بس هو اللي 1. q2 دوت الايكويشن بتاعتها هي ليها كوفيشنت في q1، كوفيشنت في q2، وكوفيشنت في q4، مفيش كوفيشنت في q3 فبيبقى 0، وفي كمان واحد على j1 في ta، فده هيتحط في الماتريكس الاخير. q3 دوت ايكوال q4، يبقى كل الكوفيشنت هتبقى 0 ما عدا الكوفيشنت اوف q4 هيبقى نمبر 1. q4 دوت ده جاي من ايكويشن نمبر 4، هو عباره عن في 3 كوفيشنت لQ2 وQ3 وQ4، مفيش q1 فيبقى الكوفيشنت بتاعي 0. يبقى هو ده الستيت سبيس موديل بالنسبه للستيت فاريبلز من q1 لQ4 دوت. عندي في المساله اني قال لي ان عندي اوتبوت ايكويشن واحد هو الانجولار اكسلريشن اوف جي 2. الانجولار اكسلريشن معناها العجله الزاويه اللي هي الالفا اوف جي 2. الفا اوف جي 2 معناها سيتا 2 دبل دوت. سيتا 2 دبل دوت هتجيلي من الايكويشن اوف فري بادي دايجرام نمبر 2. فاقول ان الفا جي 2 هي ايكوال سيتا 2 دبل دوت، وهي عباره عن 1 على جي 2 اقسم على جي 2 اللي هو المعامل بتاعها، ودي كل الفاريبلز الناحيه الثانيه بعكس الاشاره. وطبعا عشان اكتبها بصوره الستيت سبيس موديل لازم اشيل كل سيتا واحط الايكويفالنت ليها من كيو او كيو دوت. فبقت بالنسبه لي ان سيتا 2 دبل دوت او الالفا جي 2 اللي هي الانجولار اكسلريشن اوف جي 2 عباره عن 1 على جي 2 نيجاتيف بي كيو 4 ماينس كيو 2 نيجاتيف كي 2 في كيو 3. لازم اعيد كتابتها بطريقه الستيت سبيس موديل، فيبقى الفا جي 2 ايكوال ماتريكس في كيو 1 كيو 2 كيو 3 كيو 4 بلس ماتريكس في تي اي. فهنحط الكوفيشنت بتاعت كل كيو عندي، فهيطلع ان الفا جي 2 ايكوال 0 بي على جي 2 نيجاتيف كي 2 على جي 2 نيجاتيف بي على جي 2 مضروبه في q1 q2 q3 q4 بلس 0 في التورك. يبقى كده المساله خلصت، كده احنا عملنا الستيت سبيس موديل. اخر حاجه في الشابتر اقدر اوصف بيها الموديلنج اوف كنترول سيستم بعد ما ابتدينا بالترانسفير فانكشن، وبعد كده خدنا الفري بادي دايجرام، وبعد كده اتكلمنا عن الستيت سبيس موديل وكان اصعب الى حد ما من الترانسفير فانكشن والفري بادي دايجرام. نتكلم عن جزء بسيط قوي اسمه انبوت اوتبوت ايكويشن. من الاسم معناه ان انا عايزه اعمل معادله توصف لي او تربط لي الانبوت بالاوتبوت. فانا بالنسبه لي كسيستم انا اللي بيوصف لي واضح من كل السيستمز اللي احنا خدناها في الشابتر كانت بتتوصف بديفرنشال ايكويشن او بمعادله تفاضليه. بس انا لو عندي كذا روتيتنج ماس او كذا ترانسليشنال ماس في المساله، بيبقى عندي لكل ماس فيهم ديفرنشال ايكويشن. انا ممكن اكون عايزه اربط كل الديفرنشال ايكويشنز دي او اخلي الديفرنشال ايكويشنز دي كلها ايكويشن واحده. فده بيحصل ازاي؟ بان احنا بنعمل اليمينيتنج لكل الفاريبلز اكسبت فور الانبوت والاوتبوت. يعني لو عندي ايكويشن فيها مثلا 6 فاريبل، يعني فيها 6 متغيرات، وانا جيت قلت لك ان الانبوت هو ده والاوتبوت هو ده، الانبوت والاوتبوت دول 2 فاريبل، يبقى انا الفور فاريبلز التانيين مطلوب مني بكل بساطه ان انا اعمل لهم اليمينيشن او اجيبهم بدلاله الانبوت والاوتبوت من الايكويشنز الثانيه. يعني كاني بحل الايكويشنز بس بطريقه مختلفه، اني بطلع هي ايكويشن واحده توصف لي ذا اول سيستم او ذا اوفرول سيستم. طيب في النوتس بتاعتي عشان اعمل ديفلوبنج للانبوت اوتبوت ايكويشن، وي نيد تو ديترماين ذا فيرست انبوت اند اوتبوت. يبقى لازم احدد في المساله او لازم يكون قايل لي في المساله مين هو الانبوت ومين هو الاوتبوت. طيب تاني حاجه ان في مسائل كتير
بيكون فيها مالتي انبوت سيستم، يعني بيكون السيستم عندي فيه كذا انبوت، علشان كده لازم الرايت هاند سايد بتاع الايكويشن والانكلود اديشنال انبوت، يبقى ساعتها لازم دي تتحط في النوتس بتاعه المساله او في الجيفن بتاعي. طيب من طريقه الانبوت اوتبوت ايكويشن ان احنا بنستخدم اوبريتور اسمه بي. الاوبريتور ده للديفرنشيشن، زي ما كنا بناخد في الماس كده او في حل الديفرنشال ايكويشن، لما كنا بنيجي نحل كنا بنقول دايما دي باي دي تي، بديله رمز دي كابيتال. فانا بالنسبه لي هنا في الكنترول يعني او في البروسيس داينامكس، بدل الدي انا بدي رمز بي، وده اسمه اوبريتور بي، وبالنسبه لي بيدل على التفاضل. فلو هناخد اكزامبل بسيط نوضح بيه فكره الانبوت اوتبوت ايكويشن، فمديني تو ايكويشنز لتو ترانزليشنال ماسز، عباره عن اول ايكويشن ام1 في اكس1 دبل دوت بلس بي1 اكس1 دوت بلس كي في اكس1 ماينس اكس2 ايكوال اف اوف تي، ام2 اكس2 دبل دوت بلس بي2 اكس2 دوت بلس كي اكس2 ماينس اكس1 ايكوال 0. دي ايكويشن نمبر 2، بيقول لي فايند الانبوت اوتبوت ايكويشن وير الانبوت از اف اوف تي اند اوتبوت از اكس2. يعني هو مديني تو ايكويشن وعايز يختزلهم او يختصرهم لايكويشن واحده، قايل لي ان الانبوت بتاعها هو الاف اوف تي او الفورس اللي هي فانكشن في التايم، والاوتبوت بتاعتي هو الديسبيسمنت بتاع الترانسليشنال ماس الثانيه اللي هي اكس2. فانا قلت ان انا لما باجي اعمل الانبوت اوتبوت ايكويشن بستخدم اوبريتور اسمه بي، وفعلا انا ظاهر عندي الديفرنشيشن في الايكويشنز. فهاجي على ايكويشن نمبر 1 واقول ان ام1 اكس1 دبل دوت، بدل ما هي اكس1 دبل دوت معناها تفاضل مرتين، بتتكتب ام1 بي سكوير اكس1. يبقى انا دلوقتي لو عندي تفاضل مره واحده بقول بي، عندي تفاضل مرتين يعني دبل دوت بشيله واحط بي سكوير، لو كان عندي تفاضل ثلاث مرات هيبقى بي كيوب، ما عنديش تفاضل خالص فالاوبريتور بي ده مش هيظهر لي. فبالنسبه للايكويشن زي ما انا لسه قايله، هيبقى اول ترم فيها ام1 بي سكوير اكس1 بلس بي1 بي اكس1 بلس كي اكس1 نيجاتيف كي اكس2 ايكوال اف اوف تي. دي ايكويشن اللي هي 1 داش. بالنسبه لي في المساله هو اللي حدد ان الانبوت هو الاف اوف تي وان الاوتبوت اكس2، فيبقى انا عايزه الاكس1 دي تختفي، لان الكي والبي والماس دول كلهم كونستنت او ارقام، فانا هعوض بالطريقه اللي تخليني الاكس1 دي تبقى فانكشن في الاكس2. فهقول ان انا بالنسبه لي هيبقى عندي الايكويشن الثانيه كمان هتبقى ام2 بي سكوير اكس2 بلس بي2 بي في اكس2 بلس كي في اكس2 ماينس كي اكس1 ايكوال 0. بالتالي انا هيبقى المفروض عندي سهل قوي من الايكويشن الثانيه دي اللي انا لسه حاسباها، اجيب اكس1 بدلاله الاكس2، فيبقى كل الترمات اللي ما فيهاش اكس1 هتروح ناحيه ثانيه بعكس الاشاره، واقسم على الكوفيشنت بتاع اكس1 اللي هو ايه كي. فيبقى بالنسبه لي الاكس1 هي ايكوال ام2 بي سكوير اكس2 بلس بي2 بي اكس2 بلس كي اكس2 على الكي. يبقى بالنسبه لي لو انا عايز اخد الاكس2 كومون فاكتور، يبقى الاكس1 ايكوال ام2 بي سكوير بلس بي2 بي بلس كي على الكي، كل ده مضروب في اكس2. والبي يا باشمهندسين لازم ناخد بالنا كويس جدا ان البي اوبريتور، يعني ما ينفعش حد ياخد الاكس2 كومون فاكتور ويجيبها في البدايه زي ما كنا بناخد في حل الديفرنشال ايكويشن بطريقه الاوبريتور ميثود. كنا دايما نقول ان دي غلطه دايما نحاسب عليها لو حد عمل الدي كاوبريتور وخلاه بعد الفاريبل اللي هو اكس، كان دايما الدي كاوبريتور لازم يظهر قبل الفاريبل. برضو نفس الكيس هنا، لما باجي اعمل انبوت اوتبوت ايكويشن لازم لما بتاخد الاكس 2 كانها كومون فاكتور تبقى بعد الاوبريتور بي مش قبله، لان هما مش قوسين مضروبين في بعض، لا البي ده اوبريتور تفاضل بيأثر على الديسبيسمنت. لما اجي اقول ان بي اكس 2 يبقى لازم نكون فاهمين معناها تفاضل الاكس 2، لما اقول بي سكوير اكس 2 لازم ابقى فاهم ده معناه تفاضل مرتين للاكس 2. ويبقى ايكويشن 2 تحولت لايكويشن ان اكس 1 تيجي بدلاله اكس 2 اللي احنا سميناها 2 داش. بعد كده هقول هعوض من 2 داش في 1 داش على اساس ان الفاريبل اللي هو اكس 1 ده يختفي خالص، وتبقى الايكويشن اللي عندي كلها بدلاله اكس2 والاف والاف اوف تي، وهو ده المطلوب. فانا هشيل كل اكس1 واحطها بدلاله اكس2. ففي ايكويشن 1 داش عندي، لو احنا هناخد برضو الاكس1 دي كومون فاكتور في الاخر، يبقى عندي ام1 بي سكوير بلس بي1 بي بلس كي، كل ده مضروب في اكس1، يبقى هيبقى مضروب في الام2 بي سكوير زائد بي2 بي بلس كي على كي، كل ده مضروب في اكس2 ماينس كي اكس2
equal f of t. بعد كده الموضوع خلاص انت هي دي الانبوت اوتبوت ايكويشن. الموضوع مجرد اختصارات وان انا هضرب قوسين في بعض. القوس الاول عبارة عن 3 ترمات والقوس الثاني عبارة عن 3 ترمات. فلما اضرب 3 ترمات في 3 ترمات بالنسبة لي هيبقى الموضوع كترمات كبير شوية عشان عندي 9 ترمات يعتبر. فانا بالنسبة لي الاول لو هنضرب في كين علشان ابسط شكل الايكويشن ما يبقاش عندي بسط ومقام. فطبعا الترم الاول ده كله الكي هتطير من المقام فتضربه في اكس 2 والترم اللي بعده هيبقى نيجاتيف الكي سكوير اكس 2 ايكوال كي اف اوف تي. بعد كده هضرب اول ترم في القوس كله، تاني ترم في القوس كله، تالت ترم في زي ما ظاهر عندي اللي هو ام 1 ام 2 بي اس 4 بلس ام 1 بي 2 بي كيوب بلس ام 1 كي بي سكوير. ده حاصل ضرب اول ترم في القوس. بعد كده هضرب البي 1 بي في القوس اللي بعده فهتظهر لي بي 1 ام 2 بي كيوب بلس بي 1 بي 2 بي سكوير بلس بي 1 كي في البي. بعد كده هضرب الترم الثالث في القوس فهيبقى عندي بلس كي ام 2 بي سكوير بلس بي 2 كي بي بلس الكي سكوير. كل ده مضروب في الاكس 2 نيجاتيف كي سكوير اكس 2 ايكوال كي اف اوف تي. بعد كده هشوف الاوبريتور بي لما يأثر على الفاريبل اللي هو اكس 2. فلما اقول ام 1 ام 2 بي اس 4 في اكس 2 يبقى معناها ان الاكس 2 المفروض تتفاضل 4 مرات. بعد كده لما اقول بي كيوب يبقى معناها ان الاكس 2 تتفاضل 3 مرات and so on. ويبقى هي دي الانبوت اوتبوت ايكويشن المقصوده في المساله. طيب هنا في الاكزامبل كان مديني او جيفن التو ايكويشنز وانا من البدايه قلت ان هما تو ايكويشن بيوصفوا لي تو ترانسليشنال ماسز لان هما عباره عن ماس ودمبر كوفيشنت بي وسبرينج كوفيشنت كي وديسبيسمنت اكس وفورس. طبعا لو الايكويشنز دي كانت اتغيرت زي الاكزامبل اللي فات وكانت بدلاله الماس والبي والكي بس بدل اكس 1 واكس 1 دوت واكس 1 دبل دوت كانت سيتا وسيتا دوت وسيتا دبل دوت كنا هنبقى عارفين ان هي روتيتنج ماس. لو الايكويشن دي اتبدلت وبقت فولتج او كارنت كنا هنبقى عارفين ان ده دلاله على الالكتريكال سيستم. فعلى حسب السيستم ما هيجيلي ويطلب مني او